يعتذروا عليها، خصها يتحمل الشعريه، والمؤطر ولا المدرب يتحمل المسؤوليه 100%. شي فعلا كيألم بزاف. يدير لك شي تعويض ديال الخير اختي الشريك. امين. محمدية غادي نبات المحمدية في الصباح في العشية السلام عليكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. قبل ما نبداو كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ونطلب منكم مشاهدينا الكرام انكم تهزوا اكف الضراعه الله سبحانه وتعالى، لان دعوه الغريب مستجابه. اننا ندعيو مع هذه الام، الله يصبرها، الله يربط على قلبها، والله يفرجها عليها، والله يفرحها بشي خبار اللي تكون فيها خير ولا راده لقضاء الله. كيما بغات تكون هذه الاخبار، المهم هذه السيده هذه مسكينه قلبها يبرد. اي ام اليوم راه واحد تنهيتات كتنهت ما غاديش يحس بهم الا اللي مجرب الكبده، واحد تنهيته ديال العافيه، واحد ديال بنادم عيا ما يتنهت، ولكن راه الله سبحانه وتعالى غالب. كاين القضاء والقدر، وكاين الله سبحانه وتعالى ما كيبغي يكتب علينا شي حاجه. الله يكتب علينا وعليكم وعلى وليداتنا وعلى وليداتكم مكاتب الخير، لهلا يضرنا ولهلا يضركم في العزيز عليكم. البحر بحر غدار، بحر صعيب، البحر كان ديما كنعطيو النصائح للوليدات للشباب، ولكن اللي راجل بعقله وكيمشي لبلاصه اللي هي ممنوعه وكيعوم حتى كتجينا اخبار. شكون اللي كيبقى معذب؟ دوك الوالدين اللي كيبقاو يمشيو في الصباح وفي العشيه، اللي مسكين كيدي الذبيحه، اللي طقوس. انا ما غاداش نقول طقوس، الله يحسن العوان. راه اللي قالوا لك راه ملي كتوصل لهاد المرحله اللي قالوا لك غديرها، راه لا قالوا لهاد المراه سيري لوحي راسك في البحر باش ولدك يخرج، راه غتمشي وغتلوح راسها في البحر. من يتحمل المسؤوليه ديال وسيم؟ وسيم واحد الوليد اللي عنده 10 سنين مشى مع المدرب ديالو في اطار واحد الجمعيه اللي هما تيخلصوا الشهريه ديالها، جمعيه قانونيه، مدرب بعقله غادي بواحد 33 وليد. الا ما كنتيش قاد عليهم ما تديهمش، الا ما كنتيش قاد على المسؤوليه ما تديهمش. اليوم حنا كنطرحوا تساؤل، فينا هو وسيم؟ واش غرق واش ما غرقش؟ هاد الام راه غتسطى، بغات غير تعرف. راه حنا شفنا قضيه تهامي بناني اللي مو مسكينه من 2007 وهي غتحماق لدابا، بقى ما عارفاش ولدها واش في القبر واش مدفون واش حي. الله يحسن العوان، راه ماشي ساهله، راه كنسمعوا ساهل، ولكن باش تحس بدوك الناس صعيبه وبزاف. يجيو معنا نعرفوا اشنو وقع لوسيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيتي نشفوا الدموع. نشفوا اختي وتقرحش والجهد مشى اختي على وليدي وسيم، عندي غير وليد واحد اختي تشويت فيه وتكويت فيه اختي. هادشي اللي كاين اختي. اختي انا مقيده عند واحد المدرب، عنده اختي جمعيه، عنده ماشي ما عندوش. اختي قال لي غنديهم للمحمديه ماشي زنات. انا كون قال لي زنات عارفه اختي زناته خايبه ما يديش. قال لك زنات ولا المحمديه؟ قال لي المحمديه وكياكد في الجروب، قال لي غنديهم بحال ديال المحمديه. وماشي اول مره غنصيفطو، مشى معاهم. اش غيديهم يلعبوا كره ولا يعوموا؟ هو كياكد قال لينا الا كان الجو اصلا ذاك النهار كان الجو مخربق، قال لنا الا كان الجو مخربق ما غاديش يعوموا. تياكد ما يعوموش، انا نخاف على وليداتهم. شحال من دريب دا؟ وراه في 30 تبارك الله واحد اللي غادي هو بوحديته. هو تيقول لنا كانوا معايا ربعه ولا ما نتيقتوش، كيقولوا لي الناس كان معاه غير واحد، غادي 30 شخص، 30 دري صغير غيعوموا كلهم غيرديهم لهم. غادي بدري 4 سنين 50 غادي بهم اختي. المهم قال لنا في الجروب انا غندير لهم محمدي، ولا كان جو خايب راه ما غاديش يعوموا كياكد. يا عامر تشاورتي معانا؟ ما تشاورش معانا، ما تشاورش معايا، تشاور مع تسوى اختي. مدر لي من الخمسه ديال العشيه ما معيط لي حتى لتسعود، انا خارجه انا وصاحب شي الفوق، حتى كيعيط لي كيقول لي مشى عندي وسيم كاين عندك انت. قال لي اختي وسيم تودر لي، ما قالش يغرق لي. انا بغيت نعرف واش مد السكر ولا حط قالب ديال السكر ولا حط يطرو ديال الحليب وغوت وغوت تعيط على ولدك وما خرجش لي ولدي. بغيت نشوف واش حي ولا ميت. هاي المحفظه ديالو اختي. شوفي حتى لي انا ولدي، ولدي ما ضرب شي قنت، ولدي شاد شي قنت، شي حد وخايف مسكين يمشي يقلب. ماشي هو دابا طالقينه وانايا كنتشوى. كاينه جمعيه اختي دير شي حاجه ولدي. لا شحال اليوم؟ شحال اليوم؟ اليوم 3 ايام. دوك الميتناجورات كيقولوا لي كون كان غارق اليوم 3 ايام، والبحر كان ما جات غيلوح ودري صغير ما متاكدينش. شي كيقول لي شفنا دابا انت الفرضيه ديال الغريق ما داخلاش في الناس. تلقى لي ولدي وهو المدرب يمشي اختي يجبد لي ولدي، حتى هو قال لي غنجيب لك ولدك. انا اللي حاسب شي قلب اختي.
مشي قلب علاش مشى علاش مشى وليدك؟ وليدي اختي ما جوش اليوم 3 ايام من مشى مع 9 الصباح هبطت في يدي الجرده مشى معاه ومشى وحاسه كاين شي حاجه كنقول لماما هي تقول لي كنقول لها مشاو اليوم ديال البرد وصيفطت ولدي ما حاسه شي حاجه غتوقع لي لولدي اختي حاسه شويه اختي وتكويت حتى الرمله اختي بالفوطه كي بقيتي الحمد لله اختي الحمد لله الكبيده ديالك الكبده المعاوده معاوده ولدي مرضاه مرضاه مع بنتي مرضاه هو ديك الدريريه راه هي مرضاه 6 شهور مع بنتي راه هو مرضاه هو وياها انا والدي كنت كنرضع ونعطيه بالزول تيكرضع تيشبع 6 شهور وانا كنرضع شويه انا اختي ما صبرتش علي ديما يقول لي ماما يقول لي ماما مسخيت شويه اختي مسخيت شويه لما كتحملوا المسؤوليه اليوم حملوا المسؤوليه نحملوها لهذاك المدرب اللي داه ولي كنحملوا ليه مسؤوليه حيت هو اللي مكلف ما يمشيش بوحدو خاصو يديه معاه اختي ولدي كان كيمشي البحر ملي كان صغير ماشي كان كيدي جدو الوالد كيعوم ملي كان صغير جدو كيرد ليه البال ولكن المدرب غادي ب 30 شخص يدي معاه يديروا داك البارير يقابل لي ولدي حيت غادي بصحاب 4 سنين 5 سنين اختي واش ما كيخافش اختي هذوك تما يغرقوا لي ملي قال لي نمشي نتشلل يتبعوا ولا يصيفط مع شي حد كيكذب قال لك انا بقيت نبدل اللي حدايا وهو مشى كنت انا وصاحبي كيجيك وسيم انا وسيم مرضعه انا وهي مرضعه عليا ولدي وانا مرضعه عليها بنتها نهار الحد شرات ليه تليفون عنده عيد ميلاد شرات ليه تليفون مسكين يلاه دار عيد ميلاد عنده غنمشي يلاه غنديروا له عيد ميلاد قد شهر على عيد ميلاد اختي باقا لي غير شهر غيكمل 10 سنين وكنقول لهم غيكمل 10 سنين وندير لولدي عيد ميلاد دار ليه تليفون اختي غادي نصاوبوه ليه واقفه انا وياها عيطت لنا المدرب قال لها واش ولدك جا قالت لي كيفاش ولدي جا صافي الا جا ما لقانيش غيطلع عند الام ديالي قالت لي راه ما جاش قال لها اختي راه ولدك توضى ليا اجي قلبي على ولدك صافي وغادي دابا هو قضيه الفرضيه ديال الغريق ما جبداش معكم لدابا دابا كيقول لي ولدك غنتوضر التفاصيل حيت انا حضرت لاي حاجه وانا هبطت انا والزوج ديالي مع 11 ونص ديال الليل البحر كنقلب هي صافي صفات ما بقاش قدرت نوض ملي هبطت اختي قلت لي شوف جي عندي نتايا قال لي فين غنجي عندك قلت لي جي عندي حدا الجرده جا عندي الوقفه اللي وقفت اختي لقيتو حاط طوموبيل معاه اربعه الدراري اللور الدراري كيشوفوا فينا لا الدراري كيشوفوا فينا دايرين ها انا عرفت شي حاجه كاينه حدي اللي سولته قلت ليه الدري غارق ولا الدري موطر قال لي ما عرفتش قلت ليه كيفاش ما عرفتيش قال لي انا كيتشلو كنلبس الدري صغار منه عنده 5 سنين تلبسوا حوايجو الدوره اللي غندور ما لقيتش الدري وخفينا من الربعه اللي كانوا معاك مشاو يحضيو معاك حتى هما خصهم يجيو يقولوا لينا هو تيقول لنا معايا ربعه والناس كيقولوا معاه واحد حيت حنا مشينا اختي فاطمه الزهراء ملي قال لنا بحال هكا قلت لي بغيت نسولك على سؤال دابا حنا واقفين هنا اش كنديروا انت عندك الطوموبيل حتى حنا عندنا يلاه نقلبوا على الدري اش من بحر ديتي ليه الدري وربي شاهد عليا تيقول لي المحمديه كاش من صابليط طريجات اش من بحر كيقول لي المحمديه كبيره المحمديه راه كبيره كبيره ويقول لي اختي واش غنقول لك لقيت المحمديه عامره وديتهم للزناته جيت فين كاين الواد قلت لي هذيك البلاصه راه ما فيهاش العمان علاش شدي الدري وعا صغير وانت معاك دري 5 سنين ديك البلاصه خطيره تاع على بنادم اللي بعقلو ما تيمشيوش ليها اصلا قلت ليه الدري واخا كاع اللي نفرض انت كتقول تلف راه عرفتي باش تخرج من البحر لبرا وداك الفيلات اللي رايبين وداك الكابانوات اللي رايبين وهذوك الموبلات اللي رايبين ما نقولوش حنا شد الدري شي واحد تما كيفاش غيجي قال لي لا راه يجي قلت لي كيفاش غيجي راه ما يجيش قلت لي شنو دابا قال لي صافي خلاني انا هي هزيتها سخفانه طلعت خليت راجلي واقف معاه هو واحد السيده خالتها جينا ندورو ما لقيناش المدرب طار طفى علينا التليفون كنعيط شكايه درتي شكايه اختي جا دار ميا اللي كاينين تما فين غرق ولدي غير كيقلبوا بانه راه غارق مشينا للبوليس لا واش درتي شكايه بهذه الجمعيه اللي هي تتحمل المسؤوليه لا ما درتش ما درنا حتى شي حاجه عندو جمعيه كتحملي انت مسؤوليه المدربه اختي هو اللي كنتحمل المسؤوليه الجمعيه حيت كاينه جمعيه خصها تكلف يقلبوا لي على ولدي علموا البوليس يديروا شي حاجه ماشي هما برا ما درتيش شكايه عند البوليس ما درتش اختي شكايه ما عرفتيش اش غدير اش غندير اختي تالفه انايا ليحت انا التصويره ديالو في الفيس ولحت النمره جيبوا لنا التصاور شنو شوفوا عيط ليا واحد الدري اللي عندكم خارجه شي تصويره خرجتوها ديالو لا ما لا في التليفون ملي اختي قلت لك انا اللي حنا في الفيس مع شي 12 ونص عيط ليا واحد الوليد قال لي اختي واش هذا الولد بها كبها الشورت نيت كان لك ساعد عطي ساعد اوكي عطي ساعد قلت لك اختي عيط ليا دري مع 12 ونص قال لي اختي السلام عليكم واش انت الام ديال الدري قلت لي انا خالته قال لي اختي انا شفت الدري كيغرق قال لي وربي شاهد عليا هذا الشيء اللي قال هذا الشيء اللي باقي حنا
كيدور لي ما عتقتيش ما قلتيش علاش ما شنو قال لي قال لي اختي انا صياد كنجي غير السبت ولحد تما قال لي انا كنصيد جد الصخره بالي الدري واقف واحد شويه بالي الدري هبط تلاح قال لي تا كنشوف الدري كيطلع وكينزل كيبقبق بوحدو قال لي الميطناجو راه كانوا بعيد مني بواحد المسافه قال لي حدي انا والدراري اللي حدايا كنغوتو قال لي جاو شي ميطناجوره من بعد كانوا فواحد لامارين طالعين هبطو كيجريو جوج دراري ماشي من الميطناجوره غير دراري كانوا تما ولكن ولاد البحر يعني عارفين البحر قال لي دخلوا قال لي انا كيبان لي الدري ولكن هما من تلاحوا ما بقاش بان لهم الدري ما بقاش بان لينا الدري خرجوا قالوا لي راه ما كيبان لينا حتى واحد قال لي انا راه شفت الدري قال لي ما قدروش يجبدوه هما بصعوبه باش خرجوا هادشي اللي قال لينا اختي اليوم حنايا فقنا في الصباح مشيت انا داك الساعه للبحر نهار الحد فاش وقعت الواقعه مشيت للبحر الوقت اللي هبطت انا للبحر وصلت تمايا وصلت لواحد الدوار كيقول لي دوار الحجر باقي حنا ما وصلنا لواحد المسافه بعيد عن البحر خرجوا عندنا الناس من الدوار عرفوا بان حنا برانيين ما قالوش لي واش انت اللي جايه كتقلبي على الدري المختفي قال لي واش انت اللي كتقلبي على الدري اللي غرق هذه الكلمه اللي قالوا لي قلت لهم انا مشيت انا وجدها قلت لهم واش متاكدين ان الدري غرق قالوا لي الدري حيت شفناه قلت لهم وهذا المدرب فين كان قالوا لي حنا هذا المدرب كنحملوا المسؤوليه ماشي ديال هذا الدري شحال من عام هو هذا الشيء اللي قالوا لي انا الدراري شحال من عام وحنا تنجيبوا الدراري كيجيب الدراري هنا تيهبطوا ولاد داك الدوار كيقلعوا الدراري الشكار كيقلعوا لهم التليفونات كيضربوهم ما كيردش لهم البال انا هذا الشيء قالوه الدراري وربي شاهد صافي هبطوا معنا شي دراري ما قدرنا نهبطوا معنا شي دراري للبحر ملي مشيت تما هو كياكد عليا انا والام ديالو كيقول لي كانوا معايا اربعه الناس انا جيت جبت الوليدات لوالديهم ثلاثه الدراري خليتهم في البحر تيقلبوا مع الجدارميه انا ملي هبطت ما لقيت حتى واحد انا هبطت انا وجده ديالو هبطت نزناته نزناته جيت الواد جيت الواد مع 11 ونص قلت ما بين 10 ل 11 ونص هكا هبطت كندق خرجوا عندي صحاب لامارين قلت لهم واش بصح شي دري غرق داروا فيا ها قالوا لي اه قلت لهم وكيفاش كيفاش غرق هذا الولد وهي بلاتي بلاتي اختي كيفاش غرق هما ما كانوش مع اللي كان معاه هو اللي خصو يقول لنا كيفاش غرق هبط عندي واحد اللي مسؤول عليه وداه البلاصه ممنوعه هبط عندي مسؤول كبر منهم قال لي شوفي اختي انا ما نقدر نقول لك والو حيت ما شفت والو شاف والو انت بغيت ندير ديكلاراسيون قال لي سيري لواحد البلاصه بعيده ما عرفتش ديك البلاصه بالضبط لي ما عقلش على اللي نعتني عيطت للاب ديالو جيت انا انني منيسه حيت الدراري تما كيقولوا لي راه فعلا كاين واحد غارق جيت منيسة انا وجدها قلنا لها هي صافي غيبت ولات عيك كنشوف بعيناها ما بقاش قدرت تهضر طلعنا ليل كامل وحنا كنتسناو البارح كنتسناو ما كاين حتى حاجه الزوج ديالها من نهار ساق الخبار هو في البحر لا ماكل لا شرب حوايجو ما مبدلهمش وهو باقي في البحر ما كاين حتى مسؤول ما كاين حتى مسؤول شي مسؤول اولا شي غطاس اولا شي واحد اللي غيدخل يقلب على هذا الولد راه ما كاينش ما كاينش اختي ما تيقلبوش اختي ما كيقلبوش جالس هكا في البحر وشاد باراسول كيقول لك كنتسنى البحر يشوف فيا الا المسؤولين ما شافوش فيا البحر يشوف فيا باش يروح ليا ولدي ويشوف فينا الله سبحانه وتعالى البحر جند من جنود الله حنا غنطلبوا اليوم الله سبحانه وتعالى وغادي نطلبوا المغاربه باش يدعيو معانا شنو تبغي تقولي للمغاربه يا اختي ادعوا معايا وليدي الا كان حي رجع الا كان ميت المهم كيقول لك القليب ديالك القلب ديالي اختي ما عرفتش ما جوج غارق واش تلفت حيت اليوم مشيت كيقول لي كون كان غارق كنا لاحوا البحر شي كيقول لك كثر الهضره بزاف واحد شي يقول ولكن سيتو قال لنا شتو كيغرق ما يمكن واحد غديروا كابتشور غير يعتق ما يمكنش غيشوفوا كيدير ما يمكنش وهو قال لنا بلاتي هو قال لك ما كيعرفش يعوم ولكن موت نجرات قبيله قال لنا ما يمكنش شي صياد يقدر ما يكونش يعرف يعوم واحد واش كيقول لك ما يمكنش كاين الصياد اللي ما كيعرفوش يعوم هادشي اللي اختي اللي قالوا العلم لله حيت لا شافو مسكين هو قدامه ما يمكنش ما غيعتقوش انا مرة اللي بالي شي وليد كيغرق غنعتقو واخا نعرف نغرق انا وياه واخا ما تكونش عنده الكبده غيعتق ليا ولدي حيت ولدي انا سالو العومان غادي نطلعو باش غيتشلل ما يمكنش غيمشي يدخل يعوم انا متاكده ولدي ما غارقش ولدي واحد مشى يتشلل وزلقات ليه رجليه وشحال حنا القعدات اللي بقاو الشورت ديال العومان ما كاينش الشورت اللي الدري غيخرج فيهم غيجي لدارهم ما كاينش جوج شورطات ما كاينش الدري لبس حوايج واختي ولبس فوق من الشورت واخا فازك ولبس حويجاته وخرج داه شي حد الله اعلم هادشي اللي بغيت نعرف حيد حوايج اللي لبس وحتى يا ربي يكون عنده شي حد شي واحد اللي كيشوفوا فيا اللي كان عندهم ولدي يرحموني راه ولدي حافظ النمره راه حافظ ما كيقولوا لي كره ولدك تودر كنقول لهم ولدي راه ذكي عنده عقل ديال 16 عام وقع عنده 10 سنين غيعيط ليا ولدي ذكي تبارك الله مش كيقولوا لي ما درك كنقول لهم ما درش الا كنخطفوا شي حد يحن فيا راه عندي وليد واحد راه تشويتر الناس ما كناش وما كناكلش راه انا تيقولوا جدي يا استاذ كنت كندير
عليا قالت لي البارح ما قريتش كنبكي نتفكر وسيم الدراري جاوا من المدرسه جاوا عندي اختي كنتسنى وسيم يدخل اختي عين وسيم ما بغاش حد يدير من بالي وسيم وسيم قرح لي مشواني اختي بغيت نعرف واش ميت ولا حي الا كان ميت غندفنو غير ارتاح دابا ما عرفتش هادو شي قنت شي واحد يحن فيا راني ترزيت ترزيت كيقولوا لي ما تبينش وجهك كنقول لهم غنبين وجهي على ولدي اليوم غنبين وجهي وراجلي مسكين راه عينيه طابور مشيت تشوفته قبيله كنقول لي فين هو صلاح وسيم فين هو وسيم كي 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 ما عرفتش اختي مصدوم حوايجو ما بدلهمش بالك حدا موجه كتسنى يطلع عليه ولده جدو جدو مسكين شوف ايش حالته فيه السكر وناعس تما في الرمله حالتهم حالته كلشي مشويين عمامو مسؤولين ما جاوش الجمعيه ما دخلش المقيد لي ولدي دعيتهم الله ولد المدرب دعيته الله يجيب لي ولدي دا لي ولدي دا من الجرده يجيبوا الجرده انا مزاوقه فيه اختي صافي تقاديت اختي دايما تقاضت لي دايما بنيت الله يسهل عليها والله عطاها الصبر سيدنا ايوب الله يعطيها الصبر الله يرضى عليها والله يعطيها الصبر صعيبه بزاف نتمنى من الله صعيبه بزاف صعيبه عليها وصعيبه عليك وصعيبه على كل شيء وحاسين بك الحبيبه ديالي وتا حنا راه تكوينه معاك الحمد لله حنا راه تكوينه وتشوينه معاك انا يا ما كنشركش بالله الا كان حي الا كان حي رجع الا كان ميت راه غنشوف المهم يديروا شي حاجه يديروا السبب يجي السبب هو المدرب يتكلف هو كيقول الجمعيه قتلنا بالجمعيه في الجروب الجمعيه 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 عايش مع في السماوات وفي الالف ريالات غندير لكم ولادكم واش غادي ليا البحر الزنات القادوس حشومه كيقول لنا صيفطوا مع وليداتكم فلوس ما كنقولوش لا يتهلا في ولدي كتقولوا ولادنا راه في ايادي امينه واحد غادي معهم شخص واحد 30 دري وغادي بخمس سنين اربع سنين لا حول ولا قوة إلا بالله هادشي اللي غنقول مشاهدينا الكرام غنختموا معكم هذا البث المباشر على أمل أننا نسمعوا أحد الأخبار لأن صراحة حنا زعما أنا راه قلبي غادي يوقف عليا لأن الله يحسن العوان ماشي سهلة ماشي سهلة أي أم غادي تحس بالإحساس ديال هاد السيدة شد فني الواحد وتقري عليه وديري لي كنازته وتعطي نهار ودابا السيدة الدار عندها عامرة اللي جاي الناس جايين ما عارفين واش يعزيوها دار عند ماما عامرة وداري ودارها عامرة وكنازة هنا وكنازة اليوم الناس جايين من خارج مدينة الدار البيضاء الله يفرج عليها يا ربي دعيو معاها دعيو معاها يا رب دعيو معاها الله يفرج عليها كان وسيم في البحر الله يردو كيف ما قلت لكم البحر راه جند بين جنود الله حنا غنطلبوا الله سبحانه وتعالى كان مختفي ولا دا شي واحد كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يبان في اقرب فرصه مشاهدينا الكرام غنختم معكم هذا البث المباشر ونعود نتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله.